ليه ما دين المرتبات؟ دام الرجال اسرارها في الصناديق. ما من ريادينا. يقول يا صدر يا عنك على الضيق والضيق. والله ما ادري ظني ايه اسمعوا يا صدر يا عنك على الضيق والضيق. الى متى الضيق يا صدر قل لي. يا صدر يا الدنيا حظوظ وتوافيق وانا من الثنتين دي ما حصل لي. لو ان حظي مثل حظ المرازيق ما كان عود بي على الطير يلي. يا من رجال صراحة بالصناديق ماني بشكل واموت في محلي. سلا هو ايش يقول؟ عذار يقولون بعض الناس ما هي مرتاحة. يقولون بعض الناس ما هي مرتاحة. ولا يا فهد وش سالفة كثرة الاعذار. يقولون بعض الناس ما هي مرتاحة. اصبر يا جاسم. الشط الاول وش هو؟ على يا فهد وش سالفه كثره الاعذار؟ كثر الاعذار. بين في جريمة صح؟ ما سويت شيء. جاء قبل. شعلنا رقد معليش شوي. فيه محمد. طوب ورصة طوب ورصة. ادوا له مجال. رمان طبعه. انقلي صلفة شاهي تبغى شاهي خسران الظاهر متعود على جو ذاك اللي عاد يبغى يشوف نجوم القايلة. وش اللحن وش اللحن؟ لا يا فؤاد محاور يا فؤاد. ايش اللحن؟ ها يسعدك يسعدك سير. ايش؟ انزين كيف تنزل؟ بدوني وين تنزل طيب؟ شوف الطريق بنزل معك. تنشد يا محسن والله اني بعد محتار. اي لا 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 تنشد جاك الحادث جاله فيجيك هذه تعود. لا تنشد يا محسن والله اني بعد محتار. يا هلا وش تبي؟ ها قل يلا بنجيك عبد الله الحين يلا ايش راح انسان يا عيال ترى ببدا ذا الحين يلا يلا وينكم يا ولد ايش قلت انا يا ما حيسن والله اني بعد ما حضر من الناس ما ادري وش نخوفه
بلواها من الناس ما ادري وش قلت بلواها والله اني ضيعتها لكن لا عادت انا اشهد ويش موجود في الساحه والله ما بهو ايه يا حلو ها ابرك لك كندر ترى كندر صب صب والله خاش صب اليوم اليوم ملحه ملحه سلام يا محمد شاعر شاعر نجم مبدع اللي معه اليوم انا معه بس الشيء ذا والله مو طيب انه مطبخ فوق الحنكر لا عجبك انزين يا محسن تراني انا بعاش يا محسن هني بعد محتار على يا محسن انا اشهد وش موجود الشعر على يا محسن والله هني بعد محتار لا عادت انا اشهد وش موجود في الساحه انتوا خلوكم عليهم طقطقوا عند رابع عند رابع يلا والله ما تنجد يا ولد صل عني يا دي والله ما تمسك ذرة مع فهد يا ولد بارك ريح لا ريح افكارك بارك شاعر ها تلعب بالبيوت يا ابوي هذا ريح افكارك هو جيزك معك فهد محمد لا تغشش لا تغشش فهد نعم محسن لا تغشش محسن ولا تغشش محسن ها بيت واحد يخليك ريحه تقعد ساعه ما تجيك يا سلام ايه اليابري اليابري تقهوي بس عايد اقول فيها ها يا رجال فهد محمد يشرب القافيه يا ابني والله تصحى فش فيها طال عمرك فش فيها اسمع اسس خل الرجال يحضر هجوسه يا ريا خليني بعلمه هجوسك يا محسن انت مبارك زي رشفه الشاي عند ابو محمد كذا اكسر عظمه بزينك عليهم عليكم منه هي يجلدون الضيقين ذا الحين ما عليك ترتك يا فهد ها بيت واحد خلاهم محتارين اي والله دقنك شاي على ابو محمد وانك تزن عاد بشي رد بيجي ولا بنرقد اصبر اصبر ابغى المجال رد علمني يلا اشوف الطيور الليله مخلاف ولا منقار تحاول تطير بريشها داخل الواحه يا سلام يلا مشان يا رجل خلينا الربع مشينا عشان علي عشان ما نلقى عند الموضوع المهم يمنا عرفنا المعنى وبغانا نلعب وتجي تخرب علينا ما شاء الله